في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات واندفعت الجياد المنتجه محليا عمر السنتين التي لم تربح والتي ربحت سباق واحد في شوطنا الاول على مسافه 1600 متر على بركه الله تعالى. الانطلاقه لماين في هذه اللحظات مع ينول في المركز الثاني في هذه اللحظه، والتقدم ايضا ياتي لرقم 16 قمران في محاوله ايضا للدخول في المركز الثالث في هذه اللحظات مع تقدم لماين مع وجبرت راموس في هذه اللحظات، والانطلاقه السريعه لماين في هذا الشوط في محاولة أيضا للابتعاد عن الجياد المشاركة معه في شوطنا الأول من علامة 1600 متر أول الأشواط في الحفل 31 مع محاولات أيضا لبقية الجياد للدخول كذلك على الخط وأيضا أخذ مركز متقدم. مشاهد الآن التقدم يأتي لقمران الآن في المركز الثاني، وكذلك أشاهد الضمين في المركز الثاني الآن وقمران في المركز الثالث في هذه اللحظات، فيما الانطلاقة لماين في محاولة أيضا الخروج والفوز في هذا الشوط. المحاولات تأتي لقاصفة الآن للتقدم الآن في هذه اللحظات، قاصفة مع عبد الله الفيروز في الظهور الثاني لقاصفة، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. مشاهدينا الكرام، بدأت المنافسة تشتد في هذه اللحظات، وماين يحاول في المركز الأول مع محاولات الآن لقاصفة، قاصفة تأتي في محاولة أيضا لخطف المركز الأول. 200 متر الأخيرة الآن تقترب، وكذلك 150 مترا، ولا زال ماين من البداية وحتى النهاية يحافظ على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، ماين على ما يبدو لن يتنازل عن المركز الأول في هذه اللحظات مع محاولات أيضا لبقية الجيات.